السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله هنكمل منهج الجغرافيا، الدرس التمهيدي اللي احنا بدأنا به الحصة السابقة هنكمل به الحصة دي، ونتعرف بقى على أثر التكنولوجيا في الجغرافيا السياسية ومجالاتها. هيجي لنا سؤال: ما الفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك؟ هنعرف ان الجغرافيا السياسية تدرس الكيان القائم للدولة كما هو فعلا على خريطة العالم، بينما الجيوبوليتيك بترسم تصور لما يجب ان تكون عليه الدولة ومطالبها في المستقبل في مجال الجغرافيا السياسية والسياسة الخارجية. نقول تاني إن الجغرافيا السياسية تدرس الكيان القائم للدولة كما هو فعلا عن خريطة العالم، يعني الدولة زي ما هي مكانها وظروفها وشخصيتها على خريطة العالم، بينما الجيوبوليتيك لا، ده عايز الدولة تتوسع وفي حدودها على حساب الدول المجاورة، زي ما خدنا في مثال للجيوبوليتيك ألمانيا اللي فهمت أفكار رازل بصورة خاطئ وتوسعت على حساب الدول المجاورة. يبقى الجيوبوليتيك ترسم تصور لما يجب أن تكون عليه الدولة ومطالبها في مجال السياسة الخارجية. لذلك بنقول نقطة تانية إن الجغرافيا السياسية تدرس الدولة ككيان استاتيكي ثابت، بينما الجيوبوليتيك بيدرس الدولة ككائن حي يعني تتطور وتتوسع على حساب الدول المجاورة. مجالات الجغرافيا السياسية، هنتعرف على مراحل تطور مجالات الجغرافيا السياسية. في الماضي كانت بتدرس ايه وفي الحاضر هتدرس ايه؟ في الماضي كانت بتدرس الوحدات السياسية اللي هي الدول والعلاقات الدولية والمشكلات السياسية في العالم. نقولهم تاني: الوحدات السياسية، العلاقات الدولية والمشكلات السياسية في العالم، بينما المجالات في الحاضر اختلفت، بقى بتدرس الدولة وبتدرس التحليل السياسي للقوى وبتدرس النظام العالمي الجديد وتغيراته. تعالوا نشوف أول حاجة حديثا الدولة. أما تدرس الدولة هتدرسها من وجهة نظر إيه؟ تشمل دراسة الدولة الآتي: الخصائص الطبيعية من موقع، مساحة، تضاريس، مناخ، موارد طبيعية، خصائص بشرية يعني كل ما هو ليه دخل الإنسان زي السكان قلنا عددهم، كثافتهم، توزيعهم، أو الأنشطة الاقتصادية بالزراعة، الصناعة، التجارة، السياحة، جميع الثروات والأنشطة الاقتصادية. يبقى هنا دي خصائص بشرية، السكان والأنشطة الاقتصادية. أما الخصائص الطبيعية قلنا الموقع، المساحة، التضاريس، المناخ، النبات الطبيعي، الموارد الطبيعية. ثالث حاجة بتدرس تحليل قوة أو ضعف الدولة في ضوء خصائصها البشرية والطبيعية. احنا اتكلمنا وقلنا ان بعرف ان الدولة دي قوية او الدولة دي ضعيفة من خصائصها الطبيعية والبشرية، السياسة العامة وعلاقاتها الخارجية. يبقى بتدرس اربع حاجات في الدولة: خصائص طبيعية، خصائص بشرية، تحليل قوة او ضعف الدولة في ضوء الخصائص الطبيعية والبشرية، والسياسات العامة للدولة وعلاقاتها الخارجية. تاني مجال هو مجال التحليل السياسي للقوة. في المجال ده تعني دراسة الأبعاد الجغرافية للصراع بين القوى المتنافسة على مسرح السياسة العالمية. الأبعاد الجغرافية للصراع، الأبعاد الجغرافية لإيه؟ للصراع بين القوى المتنافسة الدول، واعتبروا إن العالم ده مسرح، كأن الدول بتتنافس وبتتصارع زي حلبة المصارعة كده على المسرح ده اللي هو سموه مسرح السياسة العالمية. في عندي مجال تاني اللي هو النظام العالمي وما ينتج عنه من تغيرات. بيقول لك هل يعدوا من أهم مجالات الجغرافيا السياسية حديثا؟ هتقولي نعم. طب ليه؟ هنقول بسبب التغيرات المتلاحقة السريعة اللي شهدها العالم حديثا. مثال: اتجاه القوى الرأسمالية العالمية نحو السيطرة على مقدرات
وموارد دول العالم الثالث. وشفنا في الأونة الأخيرة أما الولايات المتحدة الأمريكية دخلت العراق عشان تحصل على بترولها. يبقى اتجاه القوى الرأسمالية العالمية نحو السيطرة على مقدرات وموارد دول العالم الثالث. طيب هذا المجال بيقول لك يشتمل أو يتميز بالشمولية لأنه بيشتمل على عدد من المجالات الفرعية التي ترتبط بالنظام العالمي. يعني ليه مجالات فرعية عديدة عشان كده يتميز بالشمولية. إيه المجالات الفرعية العديدة؟ أول حاجة زي ما أنت شايف قدامك التكتلات الاقتصادية والسياسية. أنت بديني مثال التكتلات الاقتصادية زي إيه؟ زي السوق الأوروبية أو اتفاقية منظمة التجارة الحرة. يتميز قلنا النظام العالمي الجديد بالشمولية لأنه بيضم مجالات فرعية. أول مجال قلنا زي ما أنت شايف قدامك التكتلات الاقتصادية والسياسية. قلنا زي إيه؟ السوق الأوروبية اللي طور عليها عنها الاتحاد الأوروبي واتفاقية منظمة التجارة الحرة. بيدرس إيه تاني؟ بيدرس منظمات دولية وإقليمية. طب المنظمات الدولية اديني مثال زي إيه؟ زي هيئة الأمم المتحدة. طيب والإقليمية هنقول جامعة الدول العربية. هم دول بس مثالين في العالم؟ لا ده في كذا مثال. ما قبل الحرب بعد الحرب العالمية الأولى وقبل الحرب العالمية الثانية كان في عندي عصبة الأمم ودي منظمة عالمية. طب أنا عندي الاتحاد الأوروبي يبقى ده منظمة إقليمية. عندي الكوميسا اللي دخلت فيها مصر ما هي منظمة إقليمية طالما بتضم عدد معين من الدول. أما أقول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يبقى أنت بتضم مجموعة الدول الخليج العربي المنتجة للبترول واللي بتطلع على الخليج العربي زي السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان. يبقى دي منظمة إقليمية لأنها بتضم مجموعة من الدول. يبقى عندي بتدرس هذا المجال عشان هو بيتميز بالشمولية بيدرس المنظمات العالمية والمنظمات الإقليمية. طيب بيدرس ايه كمان معايا؟ هنجد احلاف عسكرية. تبديني مثال زي حلف شمال الأطلسي او الأطلنطي اللي هو بيطلق عليه الناتو الموجود حاليا. عندي كمان العولمة اللي ظهر بوضوح منذ منتصف التسعينيات من القرن السابق اللي هو عام 1995. وعندي قضايا الأمن المائي والغذائي والطاقة للدول. يعني كل المشاكل المرتبطة بالأمن المائي أو الغذائي أو الطاقة للدول بتخش ضمن هذا المجال اللي هو النظام العالمي الجديد وتغيراته وآثار التدخلات العسكرية. والتدخلات العسكرية طبعا عن طريق المنظمة العالمية الأمم المتحدة اللي بتتدخل في كثير من المشكلات في العالم. عندي بعد كده أهداف الجغرافيا السياسية. هيجي يقول لك للجغرافيا السياسية أهداف عديدة. وضح ذلك، دلل على ذلك. يبقى لازم أن أنا أتكلم على أهدافها. أول حاجة دراسة الوحدات السياسية بملامحها الجغرافية الطبيعية والبشرية. قلنا إيه هي الوحدات السياسية؟ اللي هي الدول. يبقى أنا هتعرف على الدول من حيث مقاومتها الطبيعية والبشرية. تاني حاجة تحديد قوة أو ضعف الوحدات السياسية، أعرف إيه هي عوامل قوة الدولة أو إيه هي عوامل ضعفها. تالت حاجة تحليل التجمعات العالمية والإقليمية. برافو عليك، قلت لي العالمية زي إيه؟ زي الأمم المتحدة. طب والإقليمية زي إيه؟ زي مجلس التعاون الدول الخليج العربي، زي السوق الأوروبية. يبقى أنت كده من النقطة السابقة قدرت تحدد لي إيه هي العالمية وإيه هي الإقليمية. برضو لو بصيت ألاقي تعريف بالمشكلات السياسية واقتراح حلول لها، وده بيعتبر من أهم أهداف الجغرافيا السياسية. ليه؟ لأن الجغرافيين بيشتركوا في التعرف على المشكلات السياسية العالمية، مش بس كده بل والاشتراك في إيجاد حلول لها. طب اديني مثال رسم الحدود السياسية الحديثة في أوروبا. يبقى دور الجغرافيين في رسم الحدود السياسية الحديثة في أوروبا. مش بس كده، دور الجغرافيين في الدفاع عن حق مصر في قضية طابة. يبقى عندي مثالين اهو، رسم الحدود السياسية في أوروبا أو الدفاع عن حق مصر في قضية طابة، دليل على أن الجغرافيا لها دور في حل المشكلات العالمية. آخر حاجة
توفير بيانات ومعلومات لازمة لاتخاذ قرارات سياسية وعسكرية ذات أبعاد مكانية جغرافية. يبقى بيوفر البيانات والمعلومات عشان أقدر أن أنا أتخذ قرار للمشكلات السياسية أو العسكرية ذات الأبعاد المكانية. يبقى دول أهداف الجغرافيا السياسية. لو بصيت بقى، أنا ذكرت من شوية العولمة، ماذا يقصد يا مصر بالعولمة؟ إيه هي العولمة؟ قلنا العولمة هي تغيير الأنماط والنظم الاقتصادية والاجتماعية تقوم بها الدول الأقوى لفرض الهيمنة والسيطرة على الدول الأخرى، وتشمل عولمة اقتصادية وعولمة اجتماعية. عملية تغيير الأنماط، قلنا الأنماط يعني الأنواع، والنظم الاقتصادية والاجتماعية. يبقى أعرف في نظم اقتصادية واجتماعية بتكون بها الدول الأقوى عشان تفرض الهيمنة والسيطرة على الدول الأخرى، لذلك قسموها عولمة اقتصادية وعولمة اجتماعية. آخر حاجة خامسا اللي هي الجغرافيا السياسية والتقنيات الحديثة. هنتكلم دلوقتي على التقنيات الحديثة اللي هو الاستشعار من بعد وتطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية. تعال نتعرف على أول حاجة، الاستشعار من بعد. ممكن يجي لنا سؤال يقول لك ما النتائج المترتبة على تطور وسائل التصوير الجوي والفضائي الحديث وأجهزة تحديد المواقع العالمية اللي هو الجي بي اس؟ طبعا ميجي يقول لي النتيجة اللي ترتبت على كده نتج عن ذلك إيه؟ توفير مرئيات ومعلومات أكثر دقة عن المجالات التي تهتم بها الجغرافيا السياسية. عندي ثلاث مجالات. أول مجال قدامك زي ما أنت شايف الحدود السياسية بين الدول. تاني مجال الممرات الملاحية والمياه الإقليمية للدول. ثالث مجال اللي هو مناطق النزاعات ما بين الدول، ودي هتلاقيها كتير في القارة الأفريقية أو في أمريكا الجنوبية أو في قارة آسيا. يبقى أقدر أقول لك كده ثلاث مجالات يهتم بيهم الاستشعار من بعد: الحدود السياسية بين الدول هو اللي بيرصدها، وممرات الملاحية والمياه الإقليمية ما بين الدول، ومناطق النزاعات ما بين الدول. تاني حاجة، تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنسبة للجغرافيا السياسية. يجي يقول لك سؤال، أثر تطور وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات على الجغرافيا السياسية؟ هتقولي أن أصبح العالم وحدة واحدة أو ما يعرف بالقرية الكونية. ليه؟ للسرعة الهائلة التي تتدفق بها المعلومات والبيانات عبر حدود الدول. الوقت عن طريق شبكة الإنترنت بنقدر أن احنا ننقل المعلومات بسرعة مذهلة وبسرعة كبيرة ما بين أطراف الكرة الأرضية من الشمال للجنوب أو من الشرق للغرب، فده جعل الجغرافيا كأنها جغرافيا حية على الهواء. ليه؟ لأن العالم أصبح وحدة واحدة أو ما يعرف بالقرية الكونية. ثالث مجال لتطور وسائل التكنولوجيا وعلاقتها بالجغرافيا السياسية، ألاقي نظم المعلومات الجغرافية. ويعد نظم المعلومات الجغرافية إضافة هائلة لمختلف العلوم الأخرى وخاصة الجغرافيا السياسية. ليه؟ لأنه من خلال توفير كافة البيانات والمعلومات الرقمية عن الموارد الطبيعية والبشرية واستخدامات الأراضي، مما يساعد يا أولاد على التعرف على مدى قوة الدولة. طب مش بس كده كمان، وبيدرس إيه؟ إن أنا ممكن عن طريق نظم المعلومات الجغرافية أوفر خرائط حديثة عن الدول، وأوفر وأساعد متخذ القرار في اتخاذ القرارات السياسية السليمة اعتمادا على البيانات الدقيقة التفصيلية المستمدة منها. تعال نبص بقى بعد كده على تدريبات على الجزء اللي احنا خدناه ده عشان نقدر نتعرف على الأسئلة الحديثة شكلها إيه وإزاي إن أنا أحلها، لأن إحنا بعدنا عن أسئلة الحفظ والتذكر القديمة والاتجاه الجديد اللي هو أسئلة الفهم والتحليل والتركيب والتقويم اللي هو بنقول عليه إبداء الرأي. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من ألف أو ب أو جيم أو دال. فيقول لك
إذا شهد العالم زيادة في عدد الوحدات السياسية على خريطة العالم، فإن هذا دليل على إيه؟ فكر وما تسرعش. الانقسام ب الاندماج، الاتساع، الاختفاء. بيقول لك زيادة في عدد الوحدات، يبقى ده دليل على إيه؟ برافو عليه، يبقى دليل على الانقسام، ان الدول انقسمت فزادت. زي ما قلنا الاتحاد السوفيتي انفصل عنه 15 دولة، او يوغوسلافيا اتحاد يوغوسلافيا انفصل عنه 6 دول اللي هي كرواتيا وصربيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك والجبل الاسود. يعني معنى ذلك في دول بتنفصل فبيزيد عدد الدول في العالم. السؤال الثاني، شهد العالم حديثا اختفاء نقط والكتلة الشرقية تغيرت بسببها مراكز القوى العالمية. يبقى شهد العالم حديثا اختفاء مين؟ برافو عليه، الاتحاد السوفيتي اللي هو رقم جيم، لان هو ده اللي انفصل واختفى الى 15 دولة وبقت روسيا الاتحادية هي الوريث له. السؤال الثالث، الجغرافيا السياسية ذلك الفرع من فروع الجغرافيا ايه؟ احنا خدناها في التعريف، ممتاز يا ابني. الجغرافيا فرع من فروع الجغرافيا البشرية، يبقى الجغرافيا السياسية فرع من فروع الجغرافيا رقم دال اللي هي البشرية. السؤال الرابع، أكثر الدول التي زاد عدد جيرانها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي اللي هي كانت مجاورة الاتحاد السوفيتي وحولها دول جديد. نرجع للخريطة بتاعة انفصال الدول الخمستاشر، هنجد ان دولة الصين هي أكثر الدول اللي حولها دول انفصلت عن الاتحاد السوفيتي. السؤال الخامس، ظهر مصطلح الجيوبوليتيك على يد العالم السويدي رودلف كيلين في عايز اواخر القرن ال17، منتصف القرن ال18، اواخر القرن ال19، بدايه القرن ال20. طب انا اعرفها ازاي؟ احنا خدنا في الشرح السنه 1899. طب انا اعمل ايه عشان احول السنوات الى قرون؟ هاخد اخر رقمين اللي هو 18 اقول بلس 1 هيبقى 19، يبقى انا كده بتكلم على القرن 19. اشوف الرقمين الاولانيين لو هما من رقم 1 ل 49 يبقى بدايه القرن، لو الفتره دي 50 يبقى لازم اقول منتصف القرن، لو من 51 ل 99 يبقى نهايه القرن. طب احنا قلنا 1899، ممتاز يا ابني، يبقى نهايه القرن الكام؟ نهايه القرن ال19. السؤال السادس، يتحقق نجاح الدول بالتوازن بين مقومات الدوله بناء على افكار مين؟ احنا خدنا افكار ارسطو وابن خلدون وكلين ورتزل. مين اللي قال لي مقومات الدوله بتاثر في قوتها؟ ممتاز، اول واحد اللي هو ارسطو، اما قال الموارد الاقتصاديه وعدد السكان والجيش والحدود، ده من عناصر الخمسه لقوه الدوله، وذكر الموارد الاقتصاديه. يبقى الموارد الاقتصاديه والسكان، عشان كده عمل توازن بين مقومات الدوله، يبقى ارسطو. سبعه، احتلت المركز الثاني عالميا من الناحية الاقتصادية منذ أوائل القرن ال21. احنا قلنا اللي احتل المركز الأول الولايات المتحدة الأمريكية، المركز الثاني عالميا قلنا الصين اقتصاديا، وظهرت دول ناشئة بعد كده زي اليابان وألمانيا. تميز السؤال الثامن، توزيع القوى العالمية عبر التاريخ ب الثبات ولا التغير ولا التكامل ولا الشمولية. طبعا تميز توزيع القوى العالمية عبر التاريخ بالتغير، احنا قلنا تميز الخريطة العالم بالتغير السريع. السؤال التاسع، العالم الذي تناول في دراسته تطور الأمم والشعوب ونشأة الدول وأسباب انهيارها هو ابن خلدون. أم قال الدول بتقوم بأربع حاجات، نشأة، ثبات، نضج، اضمحلال. أقامت الصين سور عظيم لتحصين حدودها من أخطار المغول لإفادة من أفكار، ممتاز، أنت افتكرتها من الشرح اللي هو أفكار أرسطو. بكده يا أولاد يبقى نهينا الدرس التمهيدي بشقيه، الجزء الأولاني والجزء الثاني، وعملنا عليه مجموعة من التدريبات بالطريقة الحديثة اللي بتحتاج إلى تركيز وفهم وتحليل وتركيب وتقويم وإبداء الرأي. دي الأسئلة بالحديثة،
كده بخلصنا هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.